شو يا بنات، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا، يا اهلا بيكم، اتفضلوا. خير ان شاء الله؟ فرح بقى ولا حفله ولا طهور ولا عيد ميلاد؟ لا حضرتك، احنا جايين من طرف بو هزه. ومين فيكم بقى اللي عايزه يتعلم الرقص؟ مش انا ولا انا. انا حضرتك، وانا اسمي رانيا اللوحي. يا لوحي يا لوحي يا اختي، ده من ايه؟ وعايزه تتعلمي الرقص ليه بقى؟ هتشتغلي رقصه حضرتك؟ يعني لو لقينا عندها الموهبه نقدم لها في الشارع الهرم. قولي لي بقى، طب مين بقى مثلك الاعلى في الرقصات؟ هو حضرتك، انا مثلي الاعلى في الرقصات مدام تحيه كاريوكا، لانها يعني فيري ستايلش، وانا بحبها موت موت موت. للاسف يا خساره، بس دي مش مدرستي في الرقص. يا حضرتك، مدرسه تحيه كاريوكا دي ايه، ابتدائي ولا اعدادي؟ لا حلو شربات. انا خايفه البوكس يجي يلمنا دلوقتي ونطلع على الاسم. لا، مدرسة تحية كاريوكا للرأس الشرقي. يعني مش مقررة في المنهج يعني؟ أيوة، برافو عليك، مش مقررة. هو حضرتك، أنا دلوقتي حالا هسحب ورقي من مدرسة مدام تحية كاريوكا اللي أنا بحبها قوي، وحياتك هديلك الورق وديه المدرسة اللي تحبيها، بس المهم إن أنا أرقص. ده أنتي شكلك بتعشقي الرقص، وشكلك كده مجتهد، هتعلمي بسرعة. بس أنا بقى مدرستي سامية جمال. سامية يا مدام، إحنا موافقين، بس علميها الرقص وخلصينا. أمي يا حبيبتي، هزي شوية عشان أشوف مستواكي وصلتي فين للرقص الشرقي. لا محايتك، أنا ما فيش مستوى خالص، يعني أصل أقول حضرتك إن أنا لسه مبتدئة في الرقص.